في عمليتين مختلفتين في إقليم مديونة وفي نفس اليوم. تمكنت أفراد الدرك الملكي بهذا الإقليم من إتلاف 6 أطنان من اللحوم الفاسدة كانت مهيئة للبيع في طريقها إلى سوق سبت تطمليل صباح يومه السبت 25 نوفمبر 2023. العملية الأولى كانت على مستوى الطريق الوطنية رقم 9، أبطالها أفراد الدرك الملكي بسرية الدرك الملكي شمس المدينة الموجودة بتراب جماعة سيد حجاج وادي حصار، وتلتها عملية ثانية لشاحنة كبيرة من نوع ميتسوبيشي وسيارتين قام بها أفراد المركز الترابي للدرك الملكي بتطمليل على مستوى الطريق الرابط بين الجارة وسيد حجاج والحصار وبالضبط بدوار أولاد بوعزيز. اللحوم كانت في طريقها إلى سوق سبت طمليلة، ولقد تم إحراق هذه اللحوم الفاسدة بعد أن أعلن الطبيب المختص عن فسادها كليا، وتمت عملية الإتلاف بحضور ممثل الملحق الإداري الأمل السيد عبده وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية أنصا، وكذلك قائد الدرك الملكي بتطمليل وأفراد ورجال الدرك الملكي وممثلين عن المجلس الجماعي سيد حجاج واد حصار ومستخدمون بهذه الجماعة. للإشارة عملية حرق اللحوم تمت بتراب جماعة سيد حجاج واد حصار. سأترككم مع باقي هذا الشريط وبدون تعليق. اخوي لا بلاتي ما تخويش ليسانس، لا بلاتي كمل البنوات، دير البنوات كمل البنوات وكمل البلاستيك باش تجي العمليه سهله. ف سير جهه اخرى، سير لا دور باش تشد العافيه مزيان، ما تطوعش غير ركز، هذاك الشيء بقى مركز، دور شوف هانت البلي بنو هذاك كل شيء دوروه بالجناب تمايا باش تشعل العافيه. هذو لا منافعين تفعل، لا ديرهم الفوق، ديرهم الفوق والله صافي يشدوا، ديرهم الفوق، دير البلاستيك الفوق على اخوان باش تشد العافيه مزيان. راه كتطلق فاش كتشعل العافيه كيطلق هذاك سميت هذاك البرودوي ديال البلاستيك ديال يعني. بلاتي دير الحطب، بلاتي دير كثر الحطب، ما تخوش ليسانس الاخوان. اقول ليه هز الفوق اصاحبي، هذا ماهوش خاوي في الارض. يدور بالحطاب، يدور يعطيه العشب مزيان.
هذاك ابيديك ابيديك غنمشي نجيب له حاجه اخرى. اخويا اخويا شوف طلع الفوق، حاول طلع، حاول طلع 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 ما غنشعلوش حنا العافيه، راه الانسان شويه صعيب. ها نعم خويا مزيان، ها لا عاد غير بشويه عليك، غير بشويه عليك، طلع الفوق ركز مزيان ركز. هات ها نعم خويا رش رش مزيان رش، عادك تلحق عليه وتشعل فيا العافيه صاحبي. دير الوسط دير ها نعم، خلي غير الوصل اخوان، خلي غير الوصل الوصل، خلي شويه خلي شوف بركه بركه، اجي نضربو في الجناب شويه، الجناب الجناب لا غادي تشعل، محوح محوح غتشعل العافيه، غتشعل تشعل ما كانت لا شي تنحيد انا من لا ما تخاش ما تخاش لا ما تخاش وما غنشعلوش حتى العافيه. يلا سير رش مرش سير 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 ها انا لوح البوليزه كلشي لا خلي هذا يبعد، هذا راحت فيه في ليسانس غتشعل فيه العافيه، يمشي يبعد بوليزه لوح الفوق بوليزه لوح الفوق البوليزه. دابا يلا حيد نتايا قولي زيد العشب، قولي زيد هاي زيد شنت الحطب، يجيب الحطب